لحظة دخول أول المنجيات المشاركة معنا عواصف السعودية، وعواصف السعودية التي دخلت الآن من أمام لجنة التحكيم، مطرق وهلال ومطرق على الرقبة من يمين. هذا هو واسم المشارك، حمد بن عوضة بن علي المري، صاحب الإنجازات الذي حقق العديد من الإنجازات، المتصدر العام الماضي. هذا العام إلى أي المراكز يتجه حمد بن عوضة بن علي المري؟ الجائزة غالية والاسم غالي، وكل يريد أن يحصل على لقب هذه الجائزة، على البيرق الغالي، بيرق المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. هذا البيرق الذي لا يملك أهل المملكة العربية السعودية إلا أن يقولوا سمعا وطاعة، مجددين الولاء والبيعة لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ولسمو سيدي ولي العهد الأمين تحت بيرق سيدي سمعا وطاعة. وهذه ألبل تريد أن تحصل على البيرق، ولها نصيب فيها البيرق، لأنها في يوم من الأيام حملت هذا البيرق واستطاعت أن تكون حاضرة بكل قوة. شاهدنا أعزائي المشاهدين المالك حمد بن عوضة بن علي المري، صاحب الإنجازات، صاحب عواصف السعودية اللي أكثرها اللي متساوية بين الدق والجل كما تشاهدون أعزائي المشاهدين. سلالة حيدان وولد الأزهر ومتينان بن درعة أكثرها مشترى، وفيها 10 نياقة لاد عسى الله يبارك له في حلاله وعسى الله يرزقه. النسخة الأولى حقق المركز الأول، والنسخة الثانية حقق المركز الأول، والنسخة الثالثة حقق المركز الأول. إذن عواصف السعودية التي تستعرض الآن أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق لصاحبها حمد ابن عوضة ابن علي المري. أحييك وأحيي السادة المشاهدين، نايف يتواجد بجانبي في هذه اللحظات، الحاصل على المركز الأول في النسخة الأولى، والحاصل على المركز الأول في النسخة الثانية، والحاصل على المركز الأول في النسخة الثالثة، حمد ابن عوضة بن لبدان. مرحبا بك. تبارك الله، يطول عمرك، الله يحييك أبو رفعان، مرحبا بك. أبو عوضة، يعني تصدرت المركز الأول من بداية مهرجان ملك عبد العزيز، وشفناكم اليوم تخوضون غمار المنافسة وتنافسون في النسخة الرابعة، هل ممكن تحافظون على مركزكم؟ أولا الله يوفقنا ويا أخوان المشاركين، وإن شاء الله إحنا محافظين، ودام إحنا مشاركين محافظين على المركز إن شاء الله. بإذن الله. استعدادات ابن لبدان وتجهيزاته للمشاركة في النسخة الرابعة؟ والله من طلعنا من المزاين العام الماضي وحنا نعزز، وتلا ليلة المشاركة عززنا 3 فرديات قوية كلها في الصدر. مشترى ابن لبدان وحرصة، خصوصا الصفقة الأخيرة، الفرديات اللي حققت مراكز في أشواط الفردي كلها اشترها ابن لبدان، حرص ابن لبدان على الفرديات، هل هو شوط المياه ولا استعدادا للنخبة؟ والله أكثر شيء استعداد للنخبة، ولا المياه إن شاء الله إحنا حافظين على مركزها، وحنا على ما قال ما شرينا إلا مستعدين للعشرين على نخبة النخبة. بإذن الله. ممكن تحدثنا عن إجمالي جميع المبالغ اللي اشتربها باللبدان؟ والله ما نقدر نحصيها يا أبو رفعان،
تعتبر ولا شيء، اللي تحقق المركز الأول ما نعتبرها شيء. كيف شفت قوة المنافسة اليوم مع زملائكم في شوط بيرق المؤسس؟ والله منافسة طيبة، وأخويانا كلنا معززين لا حن ولا هم، وكل ما جاء هنا اللي المركز الأول، والله فقنا وياه، وحن إن شاء الله محافظين على المركز. أحس يعني من كلامك كأنك واثق ومرهن على المركز الأول. والله إن شاء الله إن شاء الله إحنا واثق من المركز الأول بإذن الله، وحنا نتمنى لك التوفيق والبقية المشاركين. الآن نتجه إلى منقية أخرى إلى الطرعات، والطرعات ملك محمد ابن فهيد ابن بيشان الرزق العجمي، اللي نتمنى التوفيق لهالمشارك معنا الطرعات. معنى الطرعات كثير من الناس يسأل ايش معنى كلمة الطرعات. الطرعات قلب للعجلة، قلب للحركة، قلب اللي تحب الصوت، هذه هي الطرعات اللي موجودة واللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم متساوية وأكثرها دق. الطرعات من سلالة طناف، عفوا الطرعات من سلالة رمحان وهجفان، طبعا هجفان هو بعير فيصل ابن شريم المري، ورمحان بعير الفصام المشهور، والفصام احد الاسماء المعروفه وامتلاك طبعا من السلالات الجميله ومن السلالات المحببه، من السلالات اللي حققت انجاز. العاصي ولد رمحان هو الفحل الموجود في، عفوا العاصي ولد طناف احد الفحول الموجود مع المنقيه، واللي نتمنى التوفيق للمالك محمد ابن فهيد ابن بيشان الرزق العجمي صاحب انجازات، واللي مبارك له حصوله على المركز الاول في فئه الاصايل 25. وصبحك الله بالخير يا ابو فهيد، اسعد الله صباحك، مبروك الفوز الامس وحصولك على المركز الاول في فئه ال 25 مهجنات، واليوم مشاركتك في فئة المية مجاهين في طرحات. نتمنى لك التوفيق أنت وكل المشاركين المتواجدين معك. يتواجد بجانبي في هذه اللحظات مالك الإبل والإعلامي حمد محمد بن بيشان، مرحبا بكم. يا مرحبا يا عبد الله، يا مرحبا ومسهلا. أول شيء مبارك لكم بالمركز الأول في مزاين الهجن يوم أمس. الله يبارك في حياتكم ويبارك لكم ويبارك الجمهور الجميع. وفي البداية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الله يطول أعماره، ونشكرهم كل الشكر على الاهتمام بهذا الموروث وهذا الدعم. للحقيقة أحيا هذا الموروث، للحقيقة له اهتمام كبير، وشهدنا هذه السنة الاهتمام الأكثر والأكبر. أيضا نشكر نادي الإبل على رأسهم الشيخ فهد بن فلاح بن حذلين على هذا الاهتمام وعلى ما قدمه من سبل الراحة لمالك الإبل. ابن بيشان أخذ المركز الأول أمس في الهجن، هل ممكن يأخذ المركز الأول في المجاهيم اليوم؟ والله الهجن طال عمرك نحمد الله ونشكره حصلت على المركز الأول، وهي العام أخذ المركز الأول، والمجاهيم طال عمرك حنا نشاركين بتلات مع تجار يشترون بالملايين، فهمت علي؟ وحنا مشاركين بتلات بنات ركابنا وبنات ابننا، ونحمد الله ونشكره، والمنافسه معهم نعتبرها عندنا فوز، وهي نحمد الله ونشكره عدها دق وطالعه وبتزود، سواء حصلت على المراكز المتقدمه ان شاء الله المراكز المتقدمه باذن الله، لكن حنا شايفين تطور فيها وشايفين فيها دق طالع، والحمد لله رب العالمين. احنا شاركنا العام بال50 وحصلت على المركز السابع، والسنة هذه رفعناها للمية من زيادة العدل، نحمد الله ونشكر من الدق اللي عنده ولاحق الظاهرة كلها ومتلاحقة وانتاج، ما عززناها مشترى ولا شرينا، هذه كلها تلاعد وكلها بنات بئر واحد. طيب ممكن نشوفكم في شوط كأس النادي اللي هو 20 الانتاج بما انها انتاج كلها؟ والله احنا نطمع للمية مثل ما قال الاخ السليس، نقول ارتفاع المياه، احنا نبي فوق، ما احنا نبي تحت، نبي فوق، نبي الاعداد اللي فوق. احنا الحمد لله زي عندنا واجد نحمد الله ونشكره، ودنا بالمياه وامنا ان شاء الله للمركز الاول ان شاء الله في السنوات القادمه قريبا ان شاء الله. ان شاء الله انتم تستاهلون ان شاء الله. مع مشارك اخر ومع منقيه اخرى تستعرض الان امام لجنه التحكيم مع نهيان ابن سالم
ابن مسلم المنهالي من الإمارات العربية المتحدة، من الغالية الإمارات، مشاركة الأخوة الإماراتيين معنا في مهرجان الملك عبد العزيز، مشاركة مثمنة، حققوا العديد من الإنجازات وحققوا العديد من النواميس من خلال مشاركتهم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الحنية والعمود ورقمة على الرقبة من يسار. هذا هو وسم المشارك نهيان ابن سالم ابن مسلم المنهالي المتساوية بنات الجحيشي وحيدان، وهذا هو المشارك نهيان اللي نصبح عليه نقول اسعد الله صباحك يا نهيان، وما قصرت، جبت الحلال وشريت مشتروات جديدة، والهدف هو الحصول على البيرك. نتمنى لك التوفيق يا نهيان ابن سالم ابن مسلم المنهالي. إذن مشاركة من الأخوة أبناء الخليج العربي في مهرجان الملك عبد العزيز، مشاركة أيضا توصف بالمشاركات القوية سواء كان في المجاهيم أو في غيرها من الألوان الأخرى أو حتى في الفرديات. ما شاء الله تبارك الرحمن، نشوف المجاهيم اللي تستعرض أمام لجنة التحكيم، المجاهيم لون الليل اللي تستعرض الآن أمام لجنة التحكيم. نبي نشوف الراس يا مخرجنا، نبي نشوف الراس يا مخرجنا، نبي نشوف الروس ونبي نشوف الأذان. خلنا نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن، ويعطيك العافية على هالصور الجميلة وعلى هالالتقاطات الجميلة من الميدان الملكي، من ميدان الملك عبد العزيز اللي تعرض فيها المجاهيم وتستعرض فيها المجاهيم جمالها وحلاها أمام لجنة التحكيم. نتمنى التوفيق والنوماس للمشارك نهيان ابن سالم ابن مسلم المنهالي، وما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله، مروعات اللي وصلت الآن أمام لجنة التحكيم، لحمود بن هليل بن عبيد العتيبي الحية والشاهد المطرق على رقبة من يمين، مروعات اللي وصلت الآن إلى الميدان، صاحب المركز الثاني العام الماضي، شاهدنا صاحب المركز الأول من خلال مروره، والآن نشاهد صاحب المركز الثاني حمود بن هليل ابن عبيد العتيبي اللي تنافس منقيته على المركز الأول متنوعة وأكثرها على بعير الأمير سلطان ابن عبد العزيز الثلاث، وعنده مشتريات وعزز المنقية بالمشتريات، اللي نتمنى التوفيق للمشارك حمود بن هليل ابن عبيد العتيبي، مروعات اللي تستعرض الآن أمام لجنة التحكيم، ونتمنى له التوفيق ونبي نصبح بالخير على أبو هليل. صبحك الله بالخير يا أبو هليل، ما شاء الله تبارك الرحمن، جبت الحلال الزين وجبت الانتاج الطيب، التلاد والمشترى كله حاضر أمام لجنة التحكيم، ما غيبت شيء ابن هليل، خليت المركز الثاني العام، وهالسنة ما ندري إلى أي المراكز راح تتجه. اليوم الاثنين يوم تاريخي في حياة ملاك المجاهيم، يوم المنافسة للحصول على بيرق المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. إذن يوم تاريخي في حياة ملاك المجاهيم، السادس من يناير لعام 2020، مشاركة المشارك حمود ابن هليل ابن عبيد العتيبي. يتواجد بجانبي في هذه اللحظات راعي مروعة حمود ابن هليل العصيمي، مرحبا بك سلطان. الله يسلمك سلطان. مروعة تحضرت اليوم وحضرت عرض قوي وعرض طيب، كانت ماخذة المركز الثاني العام الماضي. نعم طبعا. هل تتوقع أنها تقدم هالسنة؟ والله عاد العلم هو عندي عند اللجنة، وحنا اللي علانا سوناه وعززنا وجبنا بعرض طيبة، والتقييم عند من يتولى. كم تعزيزات حمود بن هليل؟ الله عززنا واجد، ومن إنتاج ومن مشترى، وشيء شفتوه أنتم قدامكم. ممكن تحدثنا كم عدد المشترى اللي شريته؟ والله شرانا زمان هذا من 20 وفوق. اي الله الله، هو البل طيبه واختنا العام المركز الثاني، والحمد لله وشكر له، والله يحق لي الحق انا وزملائي. في شوط نخبه النخبه بيكون ابن هليل موجود؟ والله ما شارك زمان هذا، وان شاء الله في الامل ان شاء الله انسان حيين السنه الجايه ممكن
بإذن الله. ننتظر أيضا منقية عندها إنجازات وفي رصيدها العديد من الإنجازات. منقية من الإمارات العربية المتحدة للمالك عوض ابن سالم ابن عوض المنهالي. عوض ابن سالم ابن عوض المنهالي. المنقية رقم 366 للمشارك معنا للحصول على بيرق المؤسس بيرق الملك عبد العزيز صاحب المنقية. عنده العديد من الإنجازات في النسخة الثانية حقق المركز الرابع وفي النسخة الثالثة حقق المركز الخامس معها واللي عرض معها ولد زلاقان الفصام. والفصام كما قلنا من أصحاب بنوك الإنتاج في عالم المجاهيم. حصلت عنده العديد من الفرديات على جوائز وهذول هم أخوتنا وأشقائنا من أهل الإمارات اللي نصبح عليهم بالخير المتواجدين أبناء زايد اللي حاضرين معنا بكل قوة واللي حصلوا على عدد من النواميس وعلى عدد من الجوائز من خلال مشاركتهم في مهرجان الملك عبد العزيز. وهذا المالك عوض بن سالم اللي نصبح عليك بالخير يا عوض وعسى الله يوفقك. جبت التلاد وجبت المشترى وجبت الزين والمجاهيم وحطيتهن أمام لجنة التحكيم. نتمنى لك التوفيق أكثرهن دق أعزائي المشاهدين كما تشاهدون المنقية أكثرها دق الوسم الموجود على المنقية المطارق تحت الاذن من يسار واللي نتمنى ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله على هذه اللقطة الجميلة. ما شاء الله هذه الروس والأجسام ما شاء الله تبارك الرحمن. الباقي والأمور الفنية أتركها عند المحللين في الاستديو لكن ما شاء الله على هاللقطات وعلى هالكوادر اللي استطاع المصورين أو اللي استطاعوا التقاطها لنا من أرض الميدان ميدان الملك عبد العزيز. بنات الجحيشي وعشيو وحيدان فيها تلاد وفيها مشتروات. نتمنى التوفيق للمشارك من الإمارات العربية المتحدة عوض ابن سالم ابن عوض المنهالي. نتمنى له التوفيق ونقول فالك النوماس. يقف بجانبي في هذه اللحظات عوض بن سالم بوس الحاقة المنهالي المشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بك عوض. يا مرحبا وسهلا. رحب بك في مهرجان الملك عبد العزيز وأنت من مرتادي المهرجان ومشاركين يعني أكثر من عام في المهرجان. كيف تشوف المنافسة اليوم؟ والله أشوف المنافسة طيبة ومنافسين كلهم قواء ومعززين والله بالتوفيق إن شاء الله للجميع. بوس الحاقة شارك العام الماضي وحقق المركز الخامس. السنة هذه هل يحافظ على مركزه أو ممكن دخل منافسين جدد وممكن يتأخر على المركز؟ والله إن شاء الله حنا نطلب كل اللي مشارك يبغى يتقدم شفت وحنا إن شاء الله أن نقول يمكن أن نتقدم السنة الله بالتوفيق. وش تعد الجمهور؟ والله وعد الجمهور أن إن شاء الله مشاركين في كل عام هني وبشرون بالتعزيز وبشرون بالعلوم الغانمة إن شاء الله. وهذا الموسم وش المركز اللي تعدهم؟ والله ما نعدهم يعدونهم اللجنة حنوعدهم أنهم إن شاء الله في مراكز المقدمة والله بالتوفيق. أبو سلحاقة يمتلك الزعيم يعني من الفحول المنتجة ومن الفحول المعروفة. هل في فحول ثانية أو سلالات ثانية أنتجت مع أبو سلحاقة وتواجدت معه اليوم في الميدان؟ نعم عندنا سلالة الجحيشي وأمه بنت عشي والمناع وبناتها مشاركات فوق 30 بكرة شفت وشارين ويايين من الإمارات فايز المنقية برقم واحد في شوط بينونة ومشاركة إن شاء الله في مجائزة الملك والله بالتوفيق للجميع. تعزيزاتكم ومشترياتكم وتجهيزاتكم للمنافسة في بيرق المؤسس؟ والله التعزيزات والمشتريات من القيض ونحن مستعدين لهذا اليوم ونشوف الحلال إن شاء الله أنها طيب والمنافسين حلالهم طيب والله بالتوفيق. الله يوفقكم إن شاء الله. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين وما زال هذا العرض وأول العروض اللي احنا شفناها اليوم مشاركات جدا جميلة
من المجاهيم وماهر ابن منصور ابن عبد الله المرزوقي. أسعد الله صباحك يا ماهر، نتمنى لك التوفيق، جبت الزين وجبت المجاهيم وعرضتهم في الميدان، ونتمنى التوفيق للمشارك ماهر ابن منصور ابن عبد الله المرزوقي الوسم الهجار. هذه هي منقية ماهر ابن منصور ابن عبد الله المرزوقي المتساوية، واللي أغلبها جل بنات الفحل مروحان على سلالة عشيو المناع، اللي نتمنى التوفيق للمشارك ماهر ابن منصور ابن عبد الله المرزوقي التلات، وفيها مشتريات قليلة جدا. النسخة الأولى حصل على المركز السادس، والنسخة الثانية حصل على المركز الخامس، والنسخة الثالثة حصل على المركز السابع. في أم رقيبة عنده مشاركات وأحرز مراكز متقدمة، نتمنى التوفيق للمشارك ماهر ابن منصور ابن عبد الله المرزوقي اللي عرض هالحلال واللي عرض المجاهيم اللي نشوفها الآن. 100 متن من المجاهيم اتعرض الآن أمام لجنة التحكيم، ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله. بندر ابن محمد ابن عادي العتيبي في المنقية رقم 233، المنقية المشاركة معنا اليوم اللي أكثرها دق الهلال والمطرقين ورقم بين المطارق من يمين على الرقبة، واسم المشارك بندر ابن محمد ابن عادي العتيبي، أصلها على بعارين آل جلمود آل مرة، متساوية من حيث التلاد والمشترى للمشارك بندر ابن محمد ابن عادي العتيبي. إنجازات وفي رصيده العديد من الإنجازات، حققت في دولة الكويت الأول على التلاد، وهذه أول مشاركة للمشارك بندر ابن محمد في مهرجان الملك عبد العزيز، ونقول له أسعد الله صباحك يا بندر، وأول الغيث قطرة، وهذه أول المشاركات، نتمنى لك التوفيق أنت وكل هالمشاركين معك، وعسى الله سبحانه وتعالى يخلف تعبكم. بندر ابن محمد ابن عادي العتيبي أول مشاركة له في مهرجان الملك عبد العزيز. معززنا المنقية بمشتريات جديدة بأكثر من 46 ناقة موجودة في المنقية، قدم من الدوادمي للحصول على البيرق والحصول على جائزة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، ما شاء الله تبارك الرحمن. مشارك لأول مرة يخوض غمار المنافسة في مهرجان الملك عبد العزيز بندر بن محمد بن عادي الشيباني، مرحبا بندر. أبقى الله يسلمك. شفنا طول عمرك المنقية تعرض، كيف شفت المنافسة وكيف شفت مهرجان الملك عبد العزيز وأنت لأول مرة تشارك؟ والله هي اللي جابنا مهرجان الملك عبد العزيز من معزته عندنا ومحبتنا له والزملائي اللي اشتغلوا معنا اللي مشاركين معنا طال عمرك. بندر بن عادي العتيبي حضر في مهرجان الملك عبد العزيز، وبعد ما تواجد في جو الصياهد وفي هذه المنطقة عزز ب 46 ناقة. نعم. ممكن هل المعلومة صحيحة؟ نعم صحيحة طال عمرك. طيب حدثنا عن هالصفقات، كم مبالغها؟ من وين؟ والله مبالغها فوق 9 ملايين. الله. وحنا اخذنا شرينا من ابل تصدر دائما المشاركات اللي هي بالحنظل ابن سالم العازبي المري حول 15 فردية، والباقي من فرديات الوطن. الله الله. طيب كنت تحدث معنا قبل شوي تكون فيها 54 ناقة الموجودة مع البل كلها انتاج من بنات بعيران. نعم. هل ما يمتلك بندر بن عادي إلا بعيران؟ أبدا، هو سلالة ابلي بعيران من سلالة بعارين الجلمود، مشرين من عامر الرفادة بمليون. الله الله. هل بندر يخطط يوم من الأيام أنه يدخل سلالة جديدة غير بعيران الجلمود أو سلالة أخرى؟ أكيد، كل ما نشوف شيء طيب نحطه في المنقية. الله. وأنت مشارك ومنافس لأول مرة، هل في فئات أخرى أو هل في تخطيط للمشاركة في نخبة النخبة؟ أكيد، هذا هو بداياتنا إن شاء الله، أننا بنستمر في هذا المهرجان دائما تمشي. الله يوفقك إن شاء الله. الله يوفقك.
الله عطانا الاسد والله عطانا الشبل، عسى عمارهم طويله، عسى الله يحفظ سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين، مع مشارك اخر، مع المشارك شويمي ابن ظافر ابن عجب المصارير فزاعات الدوسري، شويمي ابن ظافر ابن عجب المصارير الدوسري في المنقية رقم 103 فزاعات اللي تستعرض الآن أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق لصاحب فزاعات ونقول له ما شاء الله يا راعي فزاعات ما قصرت في النسخة الثانية التاسع وفي النسخة الثالثة الرابع، وما شاء الله تقدم في المستويات، نبي نشوف الآن في النسخة الرابعة إلى أي المراكز تتجه يا شويمي يا ابن ظافر ابن عجب المصارير الدوسري راعي فزاعات الحنوة والمغزل على العرض من يسار أكثرها ندق وأكثرها المنقية اللي نشوف دق على سلالة سليمان البادي وعلى عبدان بعير ابن مرهان متساوية بين التلات والمشترى، هذه هي منقية شويمي ابن ظافر ابن عجب المصارير الدوسري. يتواجد بجانبي في هذه اللحظات الحاصل على المركز الرابع في الموسم الماضي شويمي ابن ظافر المصارير، مرحبا بك شويمي. والبقى يا ابو مرحبا، الله يصبحك بالخير والصباح لجميع المشاهدين والمحللين خلف الشاشات. شويمي شاركت بالمنقية وشفنا المنافسة القوية العام الماضي واخذتوا المركز الرابع، والسنة هذه جايين تشاركون، كيف استعداداتكم؟ كيف تجهيزاتكم للمنافسة؟ والله الاستعدادات قوية مثل اخواننا المشاركين، من يوم يطلع الرجال من المزاين وهو مستعد لين يدخل ان شاء الله المزاين الجديد. اشوفكم حريصين كملاك بالمشاركة اليوم في بيرق المؤسس، وقبلكم زملائكم اللي شاركوا في سيف الملك وشلفة ولي العهد، هذه المسميات كيف تعنيكم كملاكب؟ والله انها تعني لنا شيء كثير، مسميات غيرت شيء في قلوبنا وغيرت شيء في امورنا وعطتنا معنويه ازود وازين، وكل المسميات طيبه، وان عاد حرصنا على الاسم الكبير. نعم. تجهيزاتكم واستعداداتكم وش عززتوا بها السنه؟ التجهيزات طيبه والاستعداد طيبه والبلا بشرك طيبه. طبعا انا عززتنا ب 25 بكره ودخلتها وسط البل، ويمكن يعني بعد البل يمكن الاعلام يمكن ما يعني ما دراها، يمكن ما جاني الا من الحسابات النادره، بس حساب ندر البل هو اللي يعني اطلع على الموضوع هذا. نعم. تكتمكم كبعض ملاك على الصفقات والاسعار والمشتريات، انكم ما تعلنونها مثل هذه اكثر من صفقه وما اعلنتها الا عند حساب واحد في السوشيال ميديا. والله هذه كل واحد له رغبه طال عمرك، وبس ابي اكد للجميع ان اي واحد بيطب المهرجان انه لازم يشتري، اتوقع انه ما يطب المهرجان هذا الا لازم انه يشتري مره. نعم طال عمرك. كيف تشوف منافسينك اللي معك اليوم في الميدان؟ والله كلهم طيبين وكلهم اقوياء وما شاء الله تبارك الله، وبيض الله وجيههم ونوم يسر طال عمرك جميع المواطنين، ما هو بعني لا ربعهم ولا شيء، حتى ان تمتعنا بهم. اي والله. من عرضت منقية شويمي بن ظافر شفنا هتافات الجمهور وشفنا صياح الجمهور وتشجيعهم لك، شعورك انت بهذا الجمهور اللي حضروا كلهم من اجل يعازرونك ويحضروا معك في الميدان؟ والله يمكن الحافز الاول الجمهور، يمكن الحافز الاول لني وللجميع المشاركين، يمكن هذا الجمهور هو الفايز، هو اللي يخلينا تبقى البل عندنا وتخلينا طال عمرك ما نبيع وتخلينا نستعد من يوم نطلع من المزاين، وهو الجمهور وهو الاول وبيض الله وجيههم جميع. عمرك والله يوفقكم ان شاء الله. الان مع مشارك اخر ومع رعادات اللي ترعد في الميدان الان، واللي نبي نشوف سحابها وصاحبها بيشوف خيرها، نتمنى لها التوفيق، نبي نشوف رعادات، نبي نشوف عماش ابن هويش ابن عماش الدوسري اللي يقول اسعد الله صباحك يا راعي رعادات، ما قصرت جبت الزين وجبت الحلف الميدان متنوعة الوافي وحيدان ومسربلان الفصام، هذه سلالات البل اللي تعرض امام لجنة التحكيم، وش خليت من الزين يا عماش ابن هويشل ابن عماش الدوسري الحنوة من يسار والركزة على العرض من يسار، هذا هو واسم المشارك عماش ابن هويشل ابن عماش الدوسري. في هذه اللحظات يتواجد بجانبي عماش ابن هويش المصارير، مرحبا بك يا عماش. يا مرحبا وسهلا. شفنا رعادات وعرضها اللي ما شاء الله تبارك الله، كيف تشوف منافستها مع بقيه الذيدان؟ والله الحمد لله البل طيبه ان شاء الله، وشاري مشروعات قويه، والتوفيق باذن الله والحال قوي، نبطل التوفيق لنا اخواننا المشاركين. حتى
اثناء عن تعزيزاتك هالموسم وتجهيزاتك. والله تعزيز طال عمرك من طلعت العام وانا اعزز، والسنه هذه حاط فيها 50. الله الله. يعني نبدل 50 غير ال 100 اللي شاركت العام الماضي، استبدلت النص. 50 من العام طلعت ودخل محله 50. والتوفيق بيد الله. وين تتوقع المركز هالموسم؟ والله المركز عند اللجنه، واللجنه فيهم البركه ان شاء الله. لا سمو ولا الأمير خالد بن سلمان ولا عبد الله بالداغري والرجال كلهم بيض الله وجيهم، ونحن قابلين اللي يعطونا اياه. عادات دائما موجوده في المهرجانات، يعني من تاسس مهرجان الملك عبد العزيز وعماش بن هويش الحريص على المشاركه وعلى الحضور، هذا الحرص وش الدافع عندك يا عماش؟ والله الدافع حبي لجائزه الملك عبد العزيز وهالمهرجان الغالي على قلوبنا يا هالملك الابن، سمعت؟ ونشكر النادي على رئيس فهد بن فلاح بن حثلين واللجان الثانية، وحنا ما شاركنا طعام جائزة إلا من غلاها عندنا على قلوبنا. دخول قوي للراهيات، الراهيات اللي دخلت الآن بقوة أمام لجنة التحكيم لفرج ابن عجيان ابن فرج الدوسري الحنوة، والشاهد ركزة من يسار على الرقبة، ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله، وما شاء الله على هالكوادر الجميلة اللي يلتقطها المصورين من أرض الميدان. ميدان الملك عبد العزيز اليوم يوم تاريخي في حياة المجاهيم. الاثنين السادس من يناير لعام 2020 يوم تاريخي في حياة أصحاب المجاهيم، كل يريد أن يحرز اللقب. فرج بن حجيان ابن فرج الدوسري أحد المشاركين معنا، حقق في الكويت الرابع في الخمسين المجاهيم، وفي أم رقيبة فئة المية حقق الرابع، وفي الأربعين حقق الثاني. المركز السادس في آخر عام في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز، والآن هذه النسخة الرابعة. نتمنى التوفيق للمشارك فرج ابن عجيان ابن فرج الدوسري. وكما تشاهدون أعزائي المشاهدين أكثر الموجود الدق مع منقية فرج ابن عجيان ابن فرج الدوسري، الراهيات اللي تستعرض بجمالها وتستعرض بحلاها أمام لجنة التحكيم. ويا فرج يا ابن عجيان أسعد الله صباحك، بين التلات وبين المشترى جبت الحلال الزين وعرضته أمام لجنة التحكيم، نتمنى لك التوفيق. طلع من هالمنقية العديد من الفرديات اللي حققت مراكز أولى، ويمكن نقول انه هالمنقية هذه ام لفرديات جميلة، يعني حققت مراكز وحققت انتاج. سلالة المنقية متنوعة، الاغلب على مسربلان الفصام وعلى الوافي لابن قروش، اللي نتمنى التوفيق للمشارك فرج ابن عجيان ابن فرج الدوسري. نتمنى التوفيق لمالك رسامات سيف ابن سعد ابن منيف الرسام، سيف ابن سعد ابن منيف الرسام صاحب رسامات اللي راح تعرض المنقية امام لجنة التحكيم، واسم المنقية المطرق وكلوب ومطرق على الرقبة يمين، ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله على رسامات وعلى هالمنقية اللي تعرض امام لجنة التحكيم، وما شاء الله على هالرسمة وعلى هالصورة الجميلة اللي رسمها وصورها لنا الأخوة المصورين في الميدان. منقية سيف ابن سعد ابن منيف الرسام، أكثرها الدق اللي نشوفها في الميدان، أكثر المنقية الدق على سليمان البادي وعلى مردعان بعير ابن غدير المنصوري وعلى الحاكم على مردعان بعير ابن غدير المنصوري وعلى الحاكم، فيها تلاد وفيها مشترى والاغلب مشترى. المنقية هذه طبعا شاريها المالك سيف بن سعد ابن منيف الرسام بعد مشاركتها في النسخة في احد النسخ، حيث انه شرى المنقية هذه ثم انتقلت من المركز العاشر الى المركز السابع بعد ما شراها المشارك سيف ابن سعد اللي نصبح عليه بالخير واللي نقوله اسعد الله صباحك. اذا ما شاء الله تبارك الرحمن هذه المنقية اللي شاركت قلنا انه شاريها المشارك سيف ابن سعد ابن منيف الرسام في احد النسخ، وبعد
أن تحولت ملكيتها للمشارك سيف بن سعد ابن نيف الرسام، حققت المركز السابع في فئة المية من العاشر إلى السابع. إذا تطور في مستوى المنقية، يوجد مشتريات قوية هذا العام. أكيد أنه المشارك سيف ابن سعد يريد الحصول على اللقب، هذا هو المطرق والكلوب والمطرقة اللي على الرقبة اللي نشوفه من خلال عرض رسامات اللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم. مش ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين، وما زالت العروض تتوالى مع مشارك آخر من دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد ابن أحمد ابن ناصر المنهالي اللي سمى منقية الطرعات واللي نتمنى له التوفيق. الجهم يمين على الفخذ، واسم المشارك محمد ابن أحمد ابن ناصر المنهالي، أكثر هندق بنات غريبان مشترى وفيها تلاد، حصل في النسخة الثالثة على المركز العاشر في فئة الخمسين. يوجد أيضا مع المنقية اللي تعرض أمام لجنة التحكيم فرديات منجزة في مزاين الظفرة وأخذة مراكز متعددة، نتمنى التوفيق للطرعات ملك محمد ابن أحمد ابن ناصر المنهالي من الإمارات العربية المتحدة. وما شاء الله تبارك الرحمن هالدخول القوي لهالمنقية، منقية محمد ابن أحمد ابن ناصر المنهالي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله. ما شاء الله على هالصور الجميلة وعلى هالالتقاطات الجميلة، على ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله. ما شاء الله فن حرفة، ما شاء الله. وش نقول؟ ما نقدر نقول شيء. عرض إبل وعرض جمالية، وما شاء الله تستاهل المجاهيم هالعرض الجميل اللي حنا نشوفه، واللي نتمنى التوفيق لملاكها. واطربوا يا أهل الإمارات، أنتم في بلدكم، أنتم في المملكة العربية السعودية، في بيتكم الثاني، ما في إماراتي وسعودي وما في سعودي وإماراتي، كلنا أهل وأحبة، جسد واحد وطن واحد. والله يحييكم في بيت من بيوتكم في المملكة العربية السعودية، دار سلمان، دار الحزم والعزم، دار الإخاء، دار المحبة، دار الوفاء، التي تحتضن الأخوة العرب وتحتضن المسلمين. إذن هي دارنا، والله يحييكم ويا هلا وسهلا فيكم أهلنا في الإمارات. المشارك محمد بن أحمد المنهالي اللي تابع العرض، واللي نقوله أسعد الله صباحك، ما قصرت، جبت التلاد وجبت المشترى وجبت الإنتاج وحطيته قدام اللجنة، وعسى الله يوفقكم ونتمنى لكم التوفيق. إذن أعزائي المشاهدين، شاهدنا العروض المجاهيم المية للحصول على بيرق المؤسس. We'll be right back.